يا كاتب المجد خبر عن تقدمنا ومن عجائب أمثال الزمان سقي وكيف أن أعدنا شمس أمتنا من بعد أن قاربت تدنو من الغسق لم نترك النفس تحيا في غضارتها كأنها من هموم الناس لم تذق بل قد صنعنا لريب الدهر عدته حربا على الجهل والإملاق والفرق نلنا الثناء من الدنيا فسيرتنا كسيرة الورد في الإشراق والعبق. هذا اسمي مارسيل كوربيرشوك، اسم طويل صعب شوية، وأنا هولندي الجنسية، مولود في هولندا في لاهاي. والديني يحبوا الأصفار، كل صيف بسيارتهم الخنفس، فولكسواجن خنفس بيتل. راحوا إلى الجنوب يوم من الأيام لما كنت عندي 7 سنة من العمر عبروا البحر الأبيض المتوسط من إسبانيا إلى المغرب وزرنا هناك تيتوان وطنجير وحبيت هذا جدا يعني شفت شيء مختلف تماما عن اللي عرفنا في أوروبا في السوق الأبهار ولا يعني لبس مختلف يعني شيء شوية ميستري يعني جذاب ألف ليلة وليلة. أبوي كان مدرس بيانو كان يعزف البيانو في كونسيرت محترب وكان مدير مدرسة الموسيقى وأمي كانت درست اللغة الهولندية وشاعرة وكاتبة مؤلفة كتب حتى درست اللغة بالي اللي هو اللغة القديمة للدين البوذي هذا كان شيء عادي عندنا في العائلة في حديث عربي أطلب العلم ولو في الصين لكن الصين بعيد بالنسبة لي لكن أنا ما أحب السفر على الطيارات أيام أو ساعات طويلة العالم العربي قريب جدا من أوروبا جيوغرافيا ومن ناحية الثقافة ولكن مختلف خذيت القرار أن أدرس اللغة العربية يوم خلصت المدرسة ورحت إلى الجامعة وكانت صعبة في الأول وأنا كنت طالب في السنة الأولى متوسط أو يعني تحت المتوسط شوية يعني حزيت قرار الآن يا إما أكون مستعرب أو لا أكون قرار نصيب والحمد لله يعني نجحت وحصلت على بعثة للمواصلة الدراسة في مصر في القاهرة وتسجلت في جامعة القاهرة انفتح المعهد الهولندي في زمالك المعهد الهولندي للدراسات العربية والأركيولوجية والمدير ساعدني ورحنا إلى إدارة الوافدين كان في فلوس يعني تكاليف المعيشة 20 جنيه أو 25 جنيه مصري
للشهر. والدي ما دفع شيء، قال خلاص يعني أنت الحين كبيرة وحصلت على البعثة، أنت بحظك. فعلاً أنا وفرت يمكن 10 جنيهات بالشهر، ومن هذا المبلغ اشتريت الكتب، كتاب الأغاني والعلوم القرآنية، يعني كل المحتاجات للدراسة العربية. وعشت في مدينة الجامعية في جامعة القاهرة، وكنت طالب في كلية الآداب، وركبت ترمي إلى دار الكتب، وكتبت رسالتي للماجستير عن الصحافة المصرية في أول القرن العشرين وآخر القرن التسعة عشر. اللغة الألمانية واللغة الهولندية قريبة من بعض، يعني بعض الكلمات ممكن تفهمها من خلال لغتك، أو الإنجليزي نفس الشيء، لكن عربي كل كلمة في مجهول، شيء جديد تماماً. إذن تجدد النظام في رأسك، في المخ، تتعلم لغة جديدة تماماً. كنت أحب أن أتعرف على العالم العربي كما هو. وفي الأيام ذيك كانت مصر بعد جمال عبد الناصر وأم كلثوم، كانت يعني مثل مركز ثقافي للعالم العربي. الحين في الخليج في دول كثيرة في المراكز الثقافة والعلم، ولكن في ذلك الوقت كانت مصر هذا يعني أم الدنيا صحيح في العالم العربي. بعد هذا أنا اندرجت في السلك الدبلوماسي الهولندي، اتطلب منهم من وزارة الخارجية، لأن يعني كانوا عنده عدم ناطقين باللغة العربية، واحتياج بهذه الأيام، كانت في حرب أكتوبر، انقطاع البترول عن بعض الدول، وما كان عندهم من هذا النوع من الدبلوماسية. واشترت عليهم أنا أشتغل في الوزارة على شرط أني أول تعييني يكون في القاهرة. يعني كان نيتي أن أقوم بكتابة رسالة دكتوراه عن الأدب المصري المعاصر، واخترت موضوع القصة القصيرة عند الدكتور يوسف إدريس. استغليت هذه الفرصة ودوري كدبلوماسي ومنصب للاتصال مثلاً جريدة الأهرام، يعني كان عندهم طابق خاص للكتاب، يوسف إدريس والتوفيق الحكيم وكيف محفوظ، كلهم يعني هناك. مع بعض الصعوبة أنا نجحت في الاتصال بدكتور يوسف إدريس، وكان معي جهاز تسجيل، وحتى يعني لا يزال عندي الأشرطة مع الأحاديث، أحاديثي مع دكتور يوسف إدريس عن حياته كله، عن كتاباته، عن مقالاته، عن آرائه. وعلى هذا الأساس وطبعاً مصادر أخرى ألفت كتاب عن القصة القصيرة عن الدكتور يوسف إدريس. أول مرة جيت قبل 20 عام أظن لإلقاء محاضرة مقارنة بين الشعر العربي والنبطي والرسم الهولندي، يعني هولندا مشهور بالرسامين طبعاً، رامبراند، فامير، فان غوخ. وأنا أقول اللي عندنا شهرة الرسم عندكم الأشعار القصيد. وبعد هذا قبل 6 سنين أظن، وأنا كنت سفير في مش هولندا، بولندا، لكن أنا كنت سفير في ورشافيا، ويوم ضرب الهاتف وكان على الخط، ما عرفته في ذلك الوقت، لكن أستاذ سلطان العميمي وعزمني للحضور إلى الإمارات للاحتفال والوجود عند أذون افتتاح للأمير الشعراء. وحضرت وكنا على اتصال، وبعد هذا وصل لي دعوة من جامعة نيويورك من فيليب كينيدي وراينارد فالكنبرغ للحضور عندهم، أكون زميل كما يقول فيلو، سينيور فيلو، لموضوع
اللي ما كان عندهم أحد في هذا المجال. ومن ذلك الوقت بقينا على الاتصال، وحينما تحولت على التقاعد الدبلوماسي وتاحت لي الفرصة للحضور إلى أبو ظبي وكتابة هذه المؤلفات في الموضوع، كتاب عن حميدان الشوير، عبد الله ابن سبير، والحين الشاعر الإماراتي القديم الميلي ابن ظاهر. صديقي كيف حالك؟ الحمد لله، عساك طيب؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. تذكر أول اتصال بيني وبينك؟ يوم جيت هنا أو قبل؟ لا، لما دعيت تمت الاتصالات بيننا علشان أمير الشعراء. أول مرة هذا حسب ذاكرتي هذا كان عام 2013. أنا أخذت رقمك من السفارة الهولندية بعد ما فوجئت بأن السفير الهولندي في الإمارات صديقك، وأنا أعرفك من قبل من خلال كتابك البدوي الأخير، تعرفت عليك، كتاب أدهشني وعرفني عليك أكثر وعلى شخصيتك المرحة اللطيفة المحبة للثقافة العربية ولحياة البدو والبادية. وجدت فيك هذه الروح اللي مقبلة على الآخر بإنسانية جميلة وبشغف بثقافة الآخر. صحيح. وأحببت أيضا شغلك في الترجمة لما ترجمت القصائد إلى الهولندية. هذا الشغف لا يمكن أن يأتي من فراغ، يعني وجدت أن عندك هذا الوعي الجميل اللي خلاني أني أنا أبحث عن طريقة للتواصل معك وأعرفك أيضا على ثقافة أهل الإمارات، ثقافة الشفهية بالذات المايدي بن ظاهر. هذه الشخصية العظيمة اللي ما تزال تشكل بالنسبة لي هاجس ومشروع مستمر لا تنطفئ ناره، سواء على قصائده النبطية أو على سيرته. وكنت متأكد أن إذا تعرفت على المايدي بن ظاهر بياخذ مساحة من شغفك بالشعر وبالثقافة الشفهية في دولة الإمارات. حاولت قراءة شعر المايدي بن ظاهر، كنت أبحث عن شرح لبعض المعاني، وحصلت على كتابك عن ديوان ابن ظاهر مع المقدمة، وأن اكتشفت بعض القصائد الجديدة، حتى اثنين أظن عدد القصائد الآن. الشيء الممتع من هذا العمل أن هذا ليس عمل ميت في المكتبات فقط، لكن بالمعاشرة الناس والتبادل الآراء والحوار معك بالذات للوصول إلى ترجمة، لأن فعلا ابن ظاهر شيء فريد من نوعه، لأنه قديم يعني يمكن 300 سنة، توفي من 300 سنة. العقبات كانت في هولندا مثلا، لأن ابتدينا في السنة الثانية في دراستنا بقراءة أشعار المعلقات. وأنا حتى للعرب اليوم يعني ليس شيء سهل أو مفهوم دائم، في ساعة قرأنا بيتين فقط، يعني التقدم كان بطيء جدا. وتعجبت يعني، لأن طبعا البيت الأول لأمر القيس، القصيدة الأول الأولى اللي قرأنا، كيف نبكي من ذكرى حبيبة من منزلي بالسكت ألوى بين الدخول في الحومل، وتصل إلى كلمات دخول والحومل. يقول المفسر دخول موضع في صحراء وحومل كذلك. هذا أشهر بيت، جزء من أشهر قصائد المعلقات، وفيها نص البيت كلمات ما يدرون عنها، يعني أماكن، أي مكان.
يوم كنت في السعودية كنت بالعمل الميداني مع البادية البدو هناك، دورت عن هذه الأماكن ولقيتها هناك في يعني أماكن جميلة جدا. دخول هو بير عد قديم مطوي مع الحجر من الداخل، ماء حلو يعني جنة، عذوبة الماء عجيب، ونفس الشيء حومل جبل لكن شيء شكل خاص جدا يعني. وكنت سعيد جدا أن لقيت هذا المكان، وكان يعني كسب هذا البيت معنى ما لقيت فيها قبل. إن الأدب ليس فقط أدب شيء مجرد عن الواقع، ينمو عن الواقع. الحقيقة أنا دائما كنت أشتاق إلى حياة الصحراء والإبل والتنقل الحر والبدو والرحل والحرية وكرم حياتهم. خلال شغلي في السلك الدبلوماسي كدبلوماسي اتاحت لي الفرصة العمل في السعودية. إذن وأنا جالس في السفارة الهولندية وصباحا أنا أفتح الجراية السعودية، ودائما كان في هناك صفحة للأخبار المحلية وصفحة للأدب الشعبي أو الشعر النبطي، وفهمت بعض منه وقسم آخر ما فهمت منه شيء. يعني كانت الإحساس أنه قريب يعني التفاهم، لكن يفلت مني. يذكر لك بشيء لكن أنت ليس ماسك بالضبط المعنى. رحت إلى بيوت البدو في الرياض، في هناك حي نسيم يسمونه، البدو نازلين هناك، وإذن رحبوا بي وأنا جلست معهم وسمعت إلى سوالفهم والقصيدهم، وإذا كان عندي سؤال أسألهم، وشوي شوي خطوة خطوة تعودت على هذه اللغة وفهمت إن فعلا اللغة البدو لا يزال قريب جدا من لغة العرب في فترة الجاهلية. من خلال الشعر النبطي حتى وصلت إلى تفاهم أحسن للشعر العربي القديم، يعني حتى قصيدة إمرؤ قيس الحين أفهمها، يعني ممكن أقولها بطريقة نبطية. مثلاً أنا أعطيك نموذج من النطق النبطي لقصيدة المعلقة لإمرؤ قيس: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسكت اللوى بين دخولي في الحوملي. كأني غدا البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. أقرته بعيري يا إمرؤ قيس فنزلي، يعني اطلع برا. ولا شك أن جلستي مع الرواة ساعدتني كثير في معرفة أيضاً صور الشعرية، شو اللي يقصد الشاعر فيها، والمنظار يتلاعب في أوصاف بالألوان دائماً، وخاصة الحنة اللون الأحمر اللي موجود
في الأصابع الفتيات يوم يتحنن، وأيضا اللون الرطب الأحمر هذا التشبيه الدائم أيضا، فهذه الأجواء. وحتى يوم يقول يشبه مثل غربان الفلة أيضا السواد هذا الموجود في الرطب الأحمر القاني يوم ينضج ويبلغ فيصير لونه مائل للسواد، فهذه يتلعب بكل هذه الألوان السواد والحمار والأبيض والأصفر وما شابه ذلك. وبالذات أنا الأسبوع الماضي أنا جفت من رأس الخيمة أو الرطب، نعم يقولون هذا أول مكان في الخليج يستوي فيه شو من الرطب يبت خنيزي ولا نغال ولا شو من الرطب يبت مثل، بس كان في أبيض وأحمر اللونين موجود. ويقولون أحيانا لو الناس يعني ما فهموا بيت من شاعر يقولون المعنى في بطن الشاعر، في بطن الشاعر صحيح. والبنظار اليوم يقول يطري الشيب والزمن خذهن وعوضني بيلد إصباعي. ذباعي إصباعي بيلد إصباعي. نعم. كان ملابيس الشباب ضوافي. ضوافي وقواسف. لا دوات. ضوافي. نعم. خذهن برجع للقصيدة. أنا بين يدي ديوان الجواهر في شعر بن ظاهر شاعر الخليج. هذا من أول الدواوين. أقدم الدواوين وطبع على نفقة مغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعيد. كنت أدور عنه علشان بس أشوفه. مشهور. هذا هو هذه النسخة الأصلية، واللي ما يعرفونه كثير من اللي يحبون شعر بن ظاهر والباحثين أن قصايد هذه الديوان هي برواية المغفور لها الشيخ سلامة بنت بطي والدة المغفور له الشيخ زايد. نعم نعم نعم. وهذا الكلام ذكره اللي حقق وأشرف على كتابة القصايد المغفور له محمد شريف الشيباني، كان نعم. من الشعراء كان مذكور عليه أن الشاعر الخاص للشيخ زايد بن سلطان. نعم. من الأبيات اللي استوقفتني أيضا في شعر بن ظاهر وتأملت الصورة الشعرية العميقة اللي موجودة فيه، يوم يتحدث في نفس القصيدة عن الشيب، أول ما لمح الشيب في لحيته أو في شعره يقول من شفت لاح الشيب كني شايف ملح الذياب الموحشات بقاعي، موحشات البقاعي، ويقنت أن الشيب صبر للفناء وما الصبا ما له جميل راعي. ملح الذياب، الذياب هذه ملحة لونها أملح، لا هي بسودة ولا هي بيضة، يعني فيها من البياض والسواد اللي يتخالطون. نعم. فكيف خذ أولا التشابه في اللون بين البياض اللي غزل لحيته وبين لون هذه الذياب. ثانيا التوحش اللي موجود في الذياب، الذيب يفتك بالإنسان متى ما كان جايع، فكأن الشيب يبدأ في هذا الفتك التدريجي عند الشاعر، وكأن خلاص بداية نهاية النزول اللي هو ما بعده المشي بالموت، يعني معاني فعنده عميقة في الصورة الشعرية صور بشكل مذهل. أحب العمل الميداني مثل ما حبيت الاتصال مع بالفلاحين في مصر والرواة قصص بني هلال، وأحب السفر، وهذا جزء من القصيدة، يعني النسيب أن الشاعر يجلس فوق تل الرمال مثلا يفكر في الدنيا ويعبر عن أحزانه ويتمتع بالعزلة عن الدوشة والناس. مشكلة قصائد البدو أن الكثير من الكلمات غير مفهومة عن الحضر، هذا منبع واسع جم. وأنا هولندي الأصل لكن أنا أكتب باللغة الإنجليزية، أتعامل مع الناس باللغة العربية، هذا العولمة. لكن الحقيقة أن اللغة العربية مثل المحيط،